سرقني الزمان وسرقني المدى، واللي كانوا أهلي صاروا ما حدا. وعم صرخ يا زمان رجعني يا زمان، عم صرخ يا زمان رجعني يا زمان. لصوتي عرفني ولعرفت الصدى، لصوتي عرفني ولعرفت الصدى. بلشت علاقة مع زياد رحباني، كانت هي نقطة التحول أو النقطة النوعية أو القفزة النوعية بالنسبة لي، هي مسرحية سهرية. الفنان بده يكون عنده التزام بتراثه بتاريخه بالبدايات، لأنه ما في فنان جا هيك من المجهول. يعني مرقنا بفترات كتير عظيمة، دايما الدنيا بتمرق هيك بتلوع ونزول بتلوع ونزول. لو حتى مرقنا بفترة شوي فيها هيك هبوط، إن شاء الله يعني الأمل بالفنانين إنه يرجعوا لتراثهم الحلو وياخدوا منه ويرجعوا يقدموا شغلات إن شاء الله جديدة تخدم هالوطن العظيم.